إطعام الطعام. وصلوا بالليل والناس نيام، وصلى بالليل والناس نيام. صلوا، هذا في حديث عبد الله بن سلام، رواه الحاكم المستدرك والترمذي أظن في السنن. قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، انجفل الناس لاستقباله، فكنت في من خرج. يقول عبد الله بن سلام، كان يهودي، عبد الله بن سلام هذا كان حبر من أحبار اليهود، فدخل الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لأخبرن اليهود، بخبر اليهود أن الشيخ الكبير هذا مالهم دخل الإسلام، عساهم يتشجعوا يدخل الإسلام. قال: يا رسول الله إن اليهود، يقول عبد الله بن سلام، يقول: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني اليهود يقلب لك الليل نهار والنهار ليل، إن اليهود قوم بهت كذابين، فلا تخبرهم حتى تسألهم عن قولهم فيه، روح اسألهم وقولهم ماذا تقولون في عبد الله بن سلام. يقول فسألهم عليه الصلاة والسلام: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ وهم بعدهم ما يعرفون دخل الإسلام. قالوا: هذا حبرنا وابن حبرنا، وسيدنا وابن سيدنا، وكبيرنا وابن كبيرنا، وعالمنا وابن عالمنا. قال: جزاكم الله خير، فإن عبد الله بن سلام يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: هذا جاهلنا وابن جاهلنا، وهذا بغيضنا وابن بغيضنا، وهذا سفيهنا وابن سفيهنا. وقال: إن اليهود قوم بهت. يقول عبد الله بن سلام في أول لقاء أن يلقى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لقيه قبل ذلك، يقول: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، انجفل الناس لاستقباله، فكنت في من خرج، فلما رأيت وجهه قلت: والله ما هذا الوجه بوجه كذاب، وجه النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يستغربون منه وقد كان صغير عمر 10 سنوات، من يوم كان صغير عمر 10 سنوات يشوف وجه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا وجه غير. يقول جلهم بن عرفطة كما روى ذلك ابن عساكر، يقول: أتيت المدينة في سنة جدباء ممحلة، فاجتمع الناس على أبي طالب وقالوا: يا أبا طالب استسقي لنا، فقد أجدب الوادي وأمحل النادي. فخرج أبو طالب وحوله أغيلمة، يعني أولاد صغار، ومعهم، يقول جلهمة، يقول: ومعهم غلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم غلام كأن وجهه الشمس تجلت عنها سحابة قثماء. وهذا عمر الله عليه وسلم 10 سنوات تقريبا أو يزيد بقليل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. فقال كل عبد الله بن سلام، فكان أول ما قال: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. كذا قال، أول تحية، أول هدية قدمها عليه الصلاة والسلام للناس، يبشرهم: ما الذي يبلغ بكم الجنة؟ هذه الأعمال. أفشوا السلام. وإفشاء السلام يعني معناه أن تجعل السلام متفشيا، أن تلقي السلام على من عرفت وعلى من لا تعرف. وهذه ضاعت، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ضاعت عندنا، كان السلام فاشيا متفشيا، والآن بدأ يتلاشى. الناس يعني قد يمر الواحد على الواحد ويتجاهل أنه رآه وشافنه، لكن يتغافل كذا كأن ما شافه، وهذا واقع. وإذا رآه أشر لكذا، وقد يضرب لهارا ولا يسلم، وقد يقول: مساك الله بالخير وصبحك الله بالخير، وكلام هذا ما منه فائدة أبدا. بينما النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل قال: السلام عليكم، قالوا: عليكم السلام، 10. ودخل واحد فقال: السلام عليكم ورحمة الله، قالوا: عليكم السلام ورحمة الله، 20. ودخل ثالث وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قالوا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، 30. قال: يا رسول الله ما هذا؟ 10 20 30. قال: الأول له 10 حسنات، والثاني 20، والثالث 30. وكان الصحابة يمشي الواحد منهم مع صاحبه، وتفرق بينهما جذع شجرة، حتى إذا التقيا من ورائه سلم أحدهما على الآخر. وكان عبد الله بن عمر يدخل السوق لا حاجة له به إلا أن يفشي السلام وأن يلقي السلام. جاء رجل
طرق استأذن ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من؟ قال: أنا. الرجال قال: خارج. أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا 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 أنا. معنى إيش يعني أنا؟ وقال لجارية عند ذهبي: وعلمي هذا كيف يستأذن، قولي قل السلام عليكم أدخل. فقال: اسمعه. قبل ما توصل المرأة الجارية إليه قال: السلام عليكم أأدج أو أدخل؟ فقال له: ادخل. السلام، أفشوا السلام بينكم، يجعلوه متفشيا. ألو 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 أر يوقف لك، إذا ما قلت له نعم، إذا ما قلت لها ألو ما يسكت عنك، تقول له نعم وهو يقول لك ألو، زين نعم ألو، طيب أقول لك نعم ألو، زين ما اسمي ألو؟ قل السلام عليكم، قل السلام عليكم، أصبحت ألو. زين إيش هي بعد حتى نطقها غلط، هي ما ألو. لكن على كل حال أصبح قومي جثة هامدة عي بها الطب وعية الرقى.